شو يعني بعد ما سافرت أمريكا ما عاد عجبتك الشام؟ لا أبدا، بالعكس أنا كنت حابب أقول لك شيء تاني، إنه أنا حسيت بيه مثل بلد بالغربة أكثر من هون. ما بعرف يعني اشتقت لها، اشتقت للعالم، اشتقت للناس، للشوارع، المطاعم. تخيلي اشتقت ألعب شدي أنا ورفقاتي. شغلي واشتقت لك. ايه كيفهم اهلك؟ شو لساتهم ساكنين بنفس القرنه؟ لساتهم ساكنين بنفس القرنه، ماشي حالهم. تعرفي انت مبسوطين كثير برجعتي وعلى عزايم بقى واكله فايته واكله طالعه. تعرفي ليلى، انا لهلا ما عم صدق انه قاعدين مع بعض. تتذكري اخر مره شفنا فيها بعض ما قبل ما سافر؟ اكيد بتذكر. يوميتك انت زعلانه مني ومعصبه كثير وبلشتي تبكي وتبكي وانا هديكي وانت تقولي لي انه لا تتركني وتسافر، لا تتركني وتسافر، وانا ما بعرف شو صار لي، ركبت عقلي. صراحه انا كنت غبي، انا كنت غبي يوميتها وما حسيت بقيمتك الا لما بعدت عنك. مزبوط. بقصد مزبوط انه وقتها كنت عن جد عم بترجاك انه تضل وما تسافر. كنت حاببتك. كنتي؟ اي من بعدها صار كتير قصص، ردت كتير و تركت الجامعة. تركتي الجامعة؟ يعني ما تخرجتي؟ أنا آسف، أنا عن جد آسف، يعني بصراحة ما كنت بتمنى أنه تتركي الجامعة بسببي أنا. لا مو أنت السبب أبداً، بس أنا توفى والدي وصار عنا ظروف كتير صعبة بالبيت، اضطريت أشتغل وأعتمد على حالي. الله يرحمه، الله يرحمه، كلياتنا على هالطريق. إيه شو بدنا بهالسيرة؟ المهم المهم إنه شفتك بخير. هاي رفيقتي نور. ما بدك تردي؟ لا بحكي معها بعدين، مو مشكلة. هاي نور بتكون صاحبة البيت اللي أنا مستأجرة فيه، بتحس حالها مسؤولة عن البيت وعنا كلياتنا، لهيك بتقدر تطمن علينا كل شوي والتاني. إيه نيالك على رفيقة. أنا كمان بتمنى هيك يكون عندي حدا كل فترة وفترة يدق ويطمن علي. لازم امشي. ليلى ما عم بترد. يا الله شو بده يكون صاير معها؟ والله قلقت عليها كثير، وامتى تكون راحت؟ اسمعوا يا بنات، انا اخذت قرار مصيري. واخيرا اخذتي؟ شو اخيرا ما اخيرا، لسه ما سمعتي قراري. بنعرفه بدون ما نسمعه. وانا بعرفه كمان. واصلا كنا ناطرينك تاخذي هذا القرار من زمان. بصراحه نحن ما حبينا نقول لك مشان ما نجرحك. ايه بس ما حدا بيعرف قراري غير هزار. إيه مستحيل تكون لحقت خبرتكم لانه هلا قلت لها اياه. هلا مو قرارك اللي اخذتيه له علاقه بشغلك؟ يعني بالتمثيل؟ مزبوط. معناتها خبرتكم هالعلاكه. لا ما حدا خبرنا، نحن عرفنا لحالنا. وبصراحه ميدو يعني لا تزعلي، بس هذا القرار لازم كنتي تاخذيه من زمان وعملتي عين العقل. عن جد؟ والله كنت خايفه انك تعرضي. اي من زمان اعتزلي وريحينا ولاقي لنا شي شغلة تلبق لك. اعتزل؟ ليش مين جاب سيرة الاعتزال؟ ليش بلشت حتى اعتزل؟ لكن شو القرار اللي اخذتي؟ قررت اتزوج. شو؟ شو دخل قرار زواجك بالتمثيل؟ هو اللي دخله. اصلا انا ما رح اخذ فرصتي الا اذا اخذت مخرج. ومين هالمخرج السعيد الحظ اللي بدك تتجوزي؟ ما بعرف، لسه عم دور عليه، بس الأهم أنه يكون حليوة وشباب، والأهم من هيك يطلعني لفوق فوق ويعطيني فرص كبيرة. وين عم تدوري عليه؟ بنقابة الفنانين؟ ولا بالإذاعة؟ ولا بالتلفزيون؟ لا، ما لي مشترطة يكون عريسي نقابي، لأنه كتير في مخرجين مهمين وموهوبين وما نقابي. إيه
الله يوفق لنصفق. إيه تمسخري قد ما بدك، بكرة بس اتزوج من مخرج أحلامي رح تعرفي من هي ميدو.